في السودان أفادت لجان مقاومة مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور بسقوط 9 قتلى ونحو 60 جريحا جراء الاشتباكات المستمرة بين قوات الجيش والدعم السريع. وأكدت نقابة أطباء السودان أن أعدادا كبيرة من الجرحى والمصابين ما زالوا يتوافدون إلى مستشفى الفاشر الجنوبي وسط نقص في المعدات ودعوات للتبرع بالدم لإسعافهم، فيما أعلنت قوات الدعم السريع بأنها سيطرت على مواقع لحركات الكفاح المسلح في مدينة مليت شمال مدينة الفاشر، وذلك بعد يومين من الهجوم الذي شنته وتسبب بموجة نزوح جديدة كبرى. تدخل اليوم حرب السودان عامها الثاني وسط مخاوف كثيرة من السودانيين والمراقبين بأنها أصبحت حربا منسية، وبلغت حصيلة ضحايا الحرب في عامها الأول نحو 15,000 قتيل وعدد غير محدود من المصابين والمفقودين وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ داخليا وخارجيا. وشهد السودانيون أهوالا مروعة من قصف جوي ومدفعي دمر البنى التحتية في أنحاء واسعة من البلاد، لا سيما في إقليم دارفور وكردفان والجزيرة والعاصمة الكبرى الخرطوم. وأصبحت الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات والبنوك شبه معدومة، فيما خسر ملايين الأطفال والشباب عاما دراسيا كاملا. في الذكرى الأولى للحرب حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيريلو من خطورة النزاع، داعيا إلى ضرورة حل الأزمة سريعا قبل تحولها إلى حرب إقليمية تجر إليها دول الجوار. Oh my God, it's a real.